من كام يوم جالي طفل العياده، الام بتقول الولد ده من اول النهار، يعني الولد ده بقى له ساعات عمال يعيط عياط هستيري شنيع، ارضعه ما بيسكتش، اعمل له تمارين المغص والانتفاخ ما بيسكتش، ادي له دواء المغص والانتفاخ ما بيسكتش، اشيله ما بيسكتش، مفيش يا دكتور مفيش حاجه بتسكته. فجبته بقى شوف انت حضرتك بقى ماله يعني. فالمهم قعدت اقلب في الواد شمال يمين وفوق وتحت. في الحالات دي بالمناسبه لازم حضرتك وتفحصي الطفل من شعر راسه لحد صباع رجليه كل حته. فالمهم قعدت اقلب في الطفل شمال ويمين، لقيت الولد في صباع من صوابع رجليه في شعر لافف على صباع رجليه، لافف لفه اللي هو يعني زانق قارص، اللي هو ايه الحته دي حمراء ملتهبه وزنقه الدم، زنقه الدم في الصباع، الم رهيب كان الصباع ده ايه الواحد هيقطعه بسكينه، منظر شنيع. بسرعه بقى بدات افك بقى الشعرايه دي بالراحه كده واحده واحده وبتاع لحد ما فكناها خالص، وبعدين قعدت ادلك بقى المنطقه دي شويه عشان ابتدي اخلي الدم يوصل للصباع كويس وبتاع. يا دوب حاجه بسيطه، مفيش قعدنا 10 دقائق ربع ساعه الطفل سكت وهدي ونام. الطفل عنده الم رهيب عشان في حاجه الام مش شايفاها، حاجه بعيده عن عينيها، وهي كل اللي في دماغها ان الولد ده يا اما جعان يا اما عنده مغص وانتفاخ، هي مركزه كده. لو طفلك الرضيع بيعيط فهو الطفل ده عاوز يقول لك حاجه، هو بيقول لك حاجه، بيقول لك رساله. الام الشاطره بقى هي اللي تعرف الواد ده عاوز يقول ايه. طب اعرفها ازاي دي يا دكتور؟ هتعرفيها بالتعود، لكن خليني اقول لك شويه حاجات تساعدك. اول الاسباب دي ان الطفل ممكن يكون جعان. طب اعرف ازاي؟ شوف الطفل ده اخر مره رضع فيها او اكل فيها من قد ايه، والطفل ده اصلا معدل رضاعته او اكله قد ايه. فالولد ده لو معدل رضاعته بقاله كتير او اكله بقاله كتير وانت شايفه ان ده معدل رضاعته الطبيعي يبقى ممكن يكون جعان، اعرضي عليه الرضاعه او اعرضي عليه الاكل. تمام كده؟ طيب رضع او اكل وسكت، خلاص الموضوع اتحل، يبقى الطفل ده كان جعان. طب ما سكتش، طلعي الجوع بقى بره الموضوع، ما تفضليش مصدره دماغك. حط ايدك على بطن الطفل، بطنه، هل بطنه منفوخه مشدوده؟ يعني لما تضغطي عليها تلاقيها جامده مشدوده، منفوخه ومشدوده زي الطبله كده مشدوده. منفوخه ومشدوده جامد. هل سمع صوت لبطن الطفل؟ في صوت زغوره كان في غازات في بطنه. طب هل الطفل بيخرج ريح كتير؟ لو ده حاصل يبقى ده مغص او انتفاخ، هاتي دواء المغص والانتفاخ اللي عندك. كلنا طبعا عندنا اطفال رضع في البيت وعندنا ادويه مغص وانتفاخ على اختلاف مسمياتها بقى، عندنا الدينتينوكس، عندنا السايميثيكون، عندنا السايميديل، عندنا ماء غريب، عندنا ماء نونو، مهما كان ودي دواء المغص والانتفاخ اللي عندك بالجرعه اللي الدكتور بتاع الطفل محددها لك، خلاص كده. واعملي تمارين المغص والانتفاخ للطفل، نيمي الطفل على ظهره واتني رجله كده وافرديها واحده واحده ودلكي بطن الطفل 5 دقائق 10 دقائق، هتلاقي الطفل عمل ريح وبطنه كده هديت، هتلاقيها نزلت لتحت والدنيا اتحسنت والطفل بقى كويس، يبقى ده مغص وانتفاخ. طب عملت الكلام ده يا دكتور والطفل ما سكتش او بطن الطفل كويسه ما فيش فيها الكلام ده، ابتدي قلبي بقى في الطفل فوق وتحت عشان تشوفي فين المشكله. تعالي نيجي من فوق لتحت كده، بصي على راس الطفل ورقبته وقفاه، هل في طفح جلدي؟ ممكن يكون في ناموسه قرصته او نمله قرصته فعامله له حساسيه، دوري. لقيت ناموسه قرصاه يا دكتور او في حساسيه موجوده، يبقى ده يخلي الطفل يعيط، دلكي له المنطقه دي وهاتي اي كريم ملطف عندك، موندو كريم، برينجو لوشن، اي كريم ملطف ودهني على الحته دي وقعدي دلكيها له بالراحه. تلاقي الطفل سكت. كان في حتى بوست مشهور قوي انا كنت كتبته من فتره ان ممكن الطفل يقعد يعيط ساعتين ثلاثه لان عايز حد يهرش له، وهو عشان طفل صغير ما بيعرفش يهرش فيقعد يعيط، الام بتعمل كل حاجه والولد عايز حد يهرش له، فاهمين القضيه؟ دلكي له. طيب شفتي مفيش حاجه، هل الطفل ده عنده قشره في فروه الراس بشكل كبير قوي؟ طب هي قشره الراس يا دكتور تخلي الطفل يعيط؟ في بعض الحالات اللي بيبقى فيه فطريات وقشره راس في فروه راس الطفل بتبقى تاكله، الطفل عاوز يهرش فيبقى متضايق وعمال يعيط كتير. فلو ده حاصل يبقى لازم تروحي للدكتور بقى يقول لك العلاج بتاعه، يريح الطفل، برضه هيقول لك على كريم تدهنيه وعلى شامبو معين نعالج بيه القشره اللي موجوده فبكاء الطفل يسكت. طب ايه تاني؟ هل في طفح جلدي كتير منتشر في الحته دي؟ ممكن نشك ان الطفل ده حران مثلا، في اطفال لما بيتحروا قوي يظهر لهم طفح جلدي زي حمو النيل، وده بيبقى بيشكشك الطفل، الطفل متضايق وعايز يهرش ومش على بعضه. في طفح جلدي موجود، يبقى حضرتك بقى خففي هدوم الطفل، خد الطفل ده اديله شاور خليه يستحمى، قعديه في مكان متهوي كويس، برضه لو عندك ملطف للجلد دهنيه، هتلاقي الطفل بقى ريلاكسد وهدي وسكت وبقى تمام. بصي في اللبس بتاع الطفل، هل اللبس بتاع الطفل ده مناسب للوقت ده؟ يعني انت ملبسه
3 4 قطع والجو حر نار، فالطفل عمال يصوت، الطفل حران عمال يصوت، خففي هدومه وخديه اديله شاور تلاقيه بقى كويس. تمام. طب هل الطفل ده بيشد في ودانه او بيضرب على ودانه؟ في حاجه موجوده ممكن اشك ان في التهاب في ودانه. اه بيشد في ودانه يا دكتور، وكمان سخن شويه، يبقى كده الطفل ده ممكن تكون ودنه ملتهبه، خديه بقى وروحي للدكتور عشان يبص على ودانه بالاوتوسكوب. طب بص على عين الطفل، هل عينه ملتهبه؟ ساعات الطفل مثلا بيجي يتحرك ولا بتاع يروح خابط صباعه في عينه، تلاقي عين منها حمراء وعماله تدمع. اه ده في عين يا دكتور والله حمراء وعماله تدمع، روحي بقى للدكتور هيديله قطره تريحه. شفت المثل ده؟ انا كل ده لسه فوق، لسه ما نزلتش تحت. ده مثل. طيب هل الطفل ده سخن حرارته عاليه؟ يبقى ممكن يكون الطفل ده عيان. الطفل لما بيسخن او يبقى عيان عنده نزله برد ولا عنده اي حاجه مسخناه، بيبقى حاسس ان عظمه كله بيوجعه فيقعد يعيط ويزن. طب في الحاله دي لازم تروحي للدكتور، ادي خفض حراره، اعملي كمادات، وروحي للدكتور برده عشان نحدد سبب السخونيه اللي موجوده عند الطفل ده ايه. فهمت القضيه؟ الطفل ده بيكح، الطفل ده عنده اسهال، الطفل ده بيرجع، دي كلها اعراض مرضيه تخليك تروحي للدكتور. لا يا دكتور الطفل ما عندوش الحاجات دي كلها، مفيش اي حاجه من دي. بصي على صوابع ايديه ورجليه، هل في حاجه لفه على صوابعه مضايقاه؟ بصي ما بين الصوابع، هل في التهاب موجود؟ لا، صوابع ايديه ورجليه كويسه. طب بصي على تحت رقبته، هل الحته دي محمره وملتهبه؟ كتير من الاطفال بالذات في الصيف مع الرضاعه الطفل بيسيل هنا بقى مع اللبن والعرق والحر والزنقه، يحصل هنا التهاب شنيع، الطفل يقعد يصرخ. اه ده انا لقيت التهاب يا دكتور، بسرعه بقى هاتي قطنه بميه فتره وامسحي الحته دي ونشفي بالراحه، شوفي اي كريم ملطف عندك ادهني منه عشان الطفل يهدى. طب لا ما لقيتش يا دكتور، بصي على منطقه الحفاضه، هل في التهاب موجود؟ ما هو التهاب الحفاضه هيخلي الطفل عمال يصرخ، حاسس بوجع، حاسس بالم. اه في التهاب موجود يا دكتور، خد الطفل شطفيه ونشفيه كويس، ودهني الكريم بتاع التهابات الحفاضه اللي موجود عندك، خلي الطفل جلده متهوي، افتح الحفاضه وسيبي جلد يتهوى شويه. طب الطفل سكت وبقى كويس. شفتوا احنا بنفكر ازاي؟ الكلام ده كله خد بالك معظمه حضرتك تقدري تعمليه في البيت. الحاجه الوحيده اللي هتخليك تروحي للدكتور هو ان الطفل ده يكون ظاهر عليه اعراض مرضيه، هنا لازم تروحي للدكتور. يعني الطفل سخن، عنده اسهال، عنده ترجيع، عنده امساك شديد، عنده كحه، عنده رشح او زكام جامد، يعني لو في اعراض مرضيه هنا انت لازم تروحي للدكتور. لكن لو لقيتي الحاجات العاديه اللي انا قلتها لك دي هتتعاملي معاها، الطفل هيبقى كويس. يعني اكتر من 3 ارباع حالات بكاء الاطفال لو حضرتك قعدت تقلبي في الطفل من فوق لتحت واحده واحده هتقدري توصلي للسبب وهتتعاملي معاه. فما تبرمجيش دماغك على ان الطفل لو بيعيط يا اما جعان يا اما عنده مغص. لا مش بالضروره، الجوع والمغص اه بيعملوا بكاء للاطفال لكن مش هم دول الاسباب الوحيده. قلبي في الطفل كويس. ده كان اللايف بتاع النهارده، اشوفكم اللايف الجاي ان شاء الله على خير. سلام.